وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك أستاذة نورة في نشرة أخبار الثالثة. إذا ما هي الإجراءات التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل للتصدي للممارسات غير القانونية من قبل العمالة؟ حافظ على سوق عمل منظم ومستقر يتمتع بالعدالة والتنافسية يعتبر على رأس الأولويات الحكومية، والهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات كل بحسب اختصاصه تعمل بصورة مستمرة للارتقاء بسوق العمل برغم وجود مجموعة من التحديات، واللي من أبرزها النمو المتزايد في أعداد العمالة بمختلف فئاتها وتركز هذه العمالة في بعض المناطق والأسواق، وهذه بالإضافة إلى استمرار بعض المواطنين والمقيمين بالتعامل مع العمالة المخالفة، وهو ما يخلق بيئة محفزة لاستمرار المخالفين وعدم تصحيح أوضاعهم. وعلشان نتمكن من ممارسة دورنا في الحفاظ على سوق العمل والتصدي للممارسات الغير القانونية، تقوم الهيئة بمجموعة من الخطوات والإجراءات، واللي من أبرزها الزيارات التفتيشية اليومية إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية مع التركيز على بعض المناطق التي تمارس فيها هذه المخالفات بنحو متزايد وأماكن تجمع العمالة. وأيضا من ضمن هذه الإجراءات حث المواطنين والمقيمين بصورة دائمة ليكونوا شركاء في التصدي لهذه الممارسات من خلال التوعية أو عدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات المعتمدة. طبعا هذه بالإضافة إلى التواصل المستمر اللي تقوم فيه الهيئة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة لحثها على المساهمة في توجيه وحث جالياتها على الالتزام بالأنظمة والقوانين. نعم، الأستاذة نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.